أنا سعيد بافتتاح مبنى أنا أعتبره فخر للموسيقى العربية. شيء يدعو للفخر، المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين سيدي ولي العهد يمضون بهذه البلاد إلى آفاق واسعة غير مسبوقة من قبل. فنانين الكبار حفروا في الصخر إلى ما وصلوا إليه لأن المناخ لم يكن مهيئ فنيا. الآن أصبح المجال مفتوح والبيئة موجودة والإمكانات موجودة والرغبة موجودة، فأعتقد أنه هذا يختصر عليهم كثير من الوقت يعني. فاللي عنده موهبة حقيقية أعتقد أنه الوقت المناسب أنه يمضي بموهبته إلى أبعد الآفاق. إحنا فخورين أن نبتدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذه الجودة ما تجي إلا في بلد عظيم مثل المملكة العربية السعودية. فكرة المملكة فعلاً كل يوم تبهرنا بحدث جديد رائع مش عادي يعني، وكله لصالح الفن والفنانين. فعلاً شكر كبير للمملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، مش بس أنا، كل الفن العربي. إن هذا شيء يسعدنا ومو بغريب على أبو ناصر، الأفكار الجديدة والأشياء الجديدة هذه إن شاء الله إنه يكون شيء جميل، وأنا متأكد إنه بيكون شيء جميل وإن شاء الله يعني يكون يخدمنا ويخدم الفن بإذن الله. الحمد لله اللي مثلي يشكر ويقول الحمد لله كثير على وجود الدعم هذا والشيء اللي يخلي الفنان أصلاً يقدر يقدم ويقدر يتقدم أكثر. سعيد الحقيقة أني أنا في الرياض أقدر أسجل في استوديو بأعلى جودة في العالم. نحن جداً سعيدين بهذا الحدث لأنه تطوير للموسيقى العربية عموماً، ونحن بعد حنستفيد من الموضوع، فإن شاء الله يا ربي دائماً في أعلى المراتب ومتقدمين ومزدهرين إن شاء الله. صراحة ما تتصور يعني قد ايه مدى سعادتنا نحن اليوم انه يكون عندنا استوديو بالضخامة هذه وبالاحترافية هذه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واكيد اكيد حينجحوا لانه وراء رجال قوي زي ابو ناصر الله يحفظه.